السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتنا المتواضعة. النهاردة هنعمله سبت من جيركن بلاستيك. الجيركن دي 20 رتل أو 16 رتل الموجود عندك ممكن تستخدمه. احنا هناخده المقاس، واخد المقاس على 25 سنتي. انت برضو لو شايف اللي هو صغير، شايف اللي هو ممكن تاخده على 30 سنتي، 20 سنتي، 25، زي ما انت حابب يعني. انا خدنا المقاس على 25 سنتي وعلمت بالقلم الرصاص. القلم في الجيركن دي ما ظهرش عشان لون الجيركن غامق. اضطريت برضو عشان يبقى واضح لحضراتكم اعمل اللزق عشان يبقى واضح معانا. الحتة اللي فوق ديت احنا مش هنستخدمها في حاجة. دي هنستخدمها، هنعملها معانا ايد، هتبقى ايد للسبق برضو. تحاول تقطع الجيركن مظبوط. ممكن تستخدم برضو سكينة او اي حاجة، منشار، اي حاجة عندك تستخدمها في قطعية الجيركن ده. كده خلاص تابع معانا مظبوط. هنستخدمه الحتة اللي اتقطعت دي هنستخدمها في الايه برضو. هنحاول ناخده مقاس الايد معانا. انت برضو هتحاول تظبط القطعية معاه عشان تبقى برضو كل حاجة طالعة معاك متساوية ومظبوطة. دي هتبقى معانا الايد بتاعنا اللي احنا هنستخدمه. ودي الابلكاشة ديت هنستخدمها في ارضية الجيركي برضو بحيث نداروا الجيركن من تحت. دي ممكن تستخدم كرتون، ممكن تستخدم حاجة مكان الابلكاش لو مش موجود عندك. الكرتون برضو ساعة ما بتثبته وتدهنه بويا برضو وتحط له كرتونة تانية بيبقى كويس زي الخشب الابلكاش. طبعا ما تنساش تدوس لايك، ما تدوس لايك الا لو فيديو عجبك. وطبعا تشترك معنا في القناة، ده شرف لينا طبعا. احنا هنحاول نظبط القطعية بتاعت الابلكاش دي برضو عشان تبقى مظبوطة معانا
في القاعدة بتاعة الجركة. دي خلاص انا دبستها، انت ممكن لو عندك لزق لو مسامير اللي هي الصغيرة دي ممكن تستخدمها. بس هي الدبابيس معايا طلعت من الجرك من جوه، فطبعا لازم تتنيها برضو ببنزة بأي حاجة عندك. خلاص كده خلصنا من هنعلمه مكان للإيد. الجيركن ليه علامة في المنتصف كده، دي بتظبط علامة من الجنبين. برضو لو ما عندكش البتاع اللي بتتخرم بيها ديت ممكن تسخن مسمار بتاع، يعني تتصرف لو حابب ان انت تعمل الحاجة دي. دي برضه هتخرم، تاخد نفس المكان في الايه. دي برضو هتتهنى بويه بحيث برضو تغير اللون الجركة. اللون بقت الالوان دي اللي انت مرتاح له، اللون اللي انت مرتاح له بتتهنى. هو دي كان موجود عندي فاضطريت اتهنى. قطعة كرتون ثبتناها في الأرضية بتاعة الجركة، ودينا بويا برضو هنحطه قطعة تانية. ساعة ما تنشف البويا مع القطعتين بتبقى زي الخشب بالظبط. دي القطعة التانية اللي هتثبت معاها وهنتفنوها برضو. دي البويه ساعة ما بتنشف بتبقى خشب، يعتبر حاطط خشب معاه. دي معانا بقى بتخرم الجيركن زي مثلث كده. بس المفروض انا كنت عملتها، كنت المفروض خرمت الجيركن قبل ما تهنه بويه بحيث برضو لون البويه ما يبقى معاك برضو. ما يتختش بتاع يبقى نضيف زي ما هو. انت هتحاول برضو تظبط الخطوط دي للإخراج. دي وكان عندي الحبل اللون ده، انت برضو لو حابب ان انت تغير اللون ده، دي اللي كان موجود عندي. برضو بتعمله على زي مثلث كده. دي هنعمله حاجة زي نظام ضفيرة كده. هنستخدموها برضو بين الخشب اللي احنا حطيناه في القاعدة والجرك. دي هتثبت هنا برضو عشان الفاصل اللي بين الجيركن والخشب. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم، انتوا اللون اللي انت عايزه، يعني هي الفكرة توصلك وانت ابدأ بقى براحتك.
والاكسسوارات برضو اللي انت حاببها، برضو اللون اللي انت عايزه، حابب تزود حاجة برضو. دي برضو هنعمله نفس اللي عملناه بره، هنثبته فيه الحبل ده عشان برضو فيه فاصل بسيط بين الجيركن والكرتون. دي خلاص بنثبته الايد في الثابت اللي معانا. في حتة زايدة عندك في المسمار دي، برضه هتحاول تداريها بأي حاجة برضه عشان تبقى الشكل كويس معاك. هي فكرة بسيطة، انت ممكن تستخدمه في اي حاجة، تشيل فيه حاجة، اي حاجة ممكن تستخدمه فيه. وشكله والله جميل، مش وحش. طبعا الاكسسوارات زي ما قلنا، اللي انت حابب تزوده فيه زوده، يعني الحاجة اللي انت حاببها برضو تزود حاجة، تستخدم حاجة زيادة معاك متاحة. دي برضو المسمار اللي معانا هنحاوله اللي احنا نداروه. كده معانا الجيركن خلص، وطبعا ده اصبح معانا شكله النهائي. وزي ما قلت لحضراتكم، لو الفيديو عجبك طبعا ما تنساش اللايك، ولنا الشرف طبعا ان انت تشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.